وزارة الداخلية توزع هدايا وملابس العيد على الأطفال بدور رعاية الأيتام وذوي الهمم. الرئاسة الأوكرانية تعلن دخول القوات الروسية مصنع أزوفستال، وموسكو تستعد لحزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة في أكبر زيادة منذ 22 عاماً، والعجز التجاري الأمريكي يقفز إلى مستويات قياسية. 9 مساءً في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلاً بحضراتكم وكل عام وأنتم بألف خير. في إطار حرصها على مشاركة كافة فئات المجتمع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، قامت وزارة الداخلية بتوزيع هدايا وملابس العيد على الأطفال بدور رعاية الأيتام وذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية. كما نظمت وزارة الداخلية احتفالية لنازلات مراكز الإصلاح والتأهيل لتوزيع هدايا العيد على أطفالهن. في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بتوجيه مأموريات إلى عدد من دور رعاية الأيتام وذوي الهمم بمختلف المحافظات، وتم توزيع ملابس العيد وهدايا عليهم في إطار حرص الوزارة على مشاركتهم لاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهو ما أشادوا به وأثنوا على اهتمام الوزارة بهم. جابوا النهاردة وفرحونا وجابوا لنا الألعاب وهدوم والكعك العيد. النهاردة الضباط لعبوا معانا وادونا هديات، وأنا مبسوطة اللي هما جابوا لنا. قلنا شكر كلنا وكل سنة طيبين. ردة فعلهم بتبقى حلوة جدا، ويعني ابتسامتهم مبسوطين الحمد لله. بنشكرهم جدا على تواجدهم معانا، وبنشكر كل الضباط اللي بيجوا دايما بيساندونا في أي مناسبة، وجودهم معانا اكيد بيبسطنا وبيبسط الولاد. احنا دايما وزاره الداخليه بتدعمنا ودايما بيجوا لنا في المناسبات، ويعني لدرجه ان في عدد كبير من الاطفال على اختلاط بيهم وعارفينهم. كما تم اصطحاب عدد من الاطفال من دور رعايه الايتام لشراء ملابس العيد لهم، وهو ما ساهم في رسم الفرحه والبهجه على وجوه الاطفال الذين اشادوا بهذه المبادره من وزاره الداخليه. لا تخلو المنظومة العقابية الحديثة من مبادرات إنسانية تسهم في إعادة تأهيل نزلاء ونازلات مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للنازلات الحاضنات، وتم إحضار أطفالهن لزيارتهن وقضاء وقت معهن لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بين النازلات وأطفالهن. الحصل النهاردة يوم جميل جداً، الأطفال جم معنا من أول اليوم واختاروا الهدايا بتاعتهم، اختاروا لبس العيد بتاعهم، وبشكر سياده الرئيس وبشكر وزاره الداخليه. كتر الف خيرهم على اللي هم عاملينه معانا هنا. جابوا لنا الاطفال يفطروا معانا ويباتوا معانا، باتوا في حضننا. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو بينيم ابني في حضني. شهدت الاحتفاليه توزيع هدايا وملابس العيد على اطفال النازلات، وهو ما جاء بمردود ايجابي عليهن وعلى الاطفال، وساهم في رسم البهجه والفرحه على وجوه الجميع. جايبين لهم هدايا وجايبين لهم لبس عيدهم. بشكر رئيس جدا قوي على اللي هو بيعمله معانا بصراحه علينا ولعيالنا. هكذا تسعى المنظومه العقابيه الحديثه نحو تاهيل واصلاح نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل وفقا لنظم الاصلاح الحديثه مع مراعاه الابعاد الانسانيه والاجتماعيه. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 230 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 21 طن مواد غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط طنين من السلع الغذائية، كما تم ضبط أكثر من 11 طن سلع في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 247 قضية، من بينها 86 قضية خبز ناقص الوزن و48 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. احتفل المواطنون بثالث أيام عيد الفطر المبارك، واستقبلت حديقة الحيوان بالجيزة زوارها. وأكد رئيس الإدارة المركزية للحدائق أن الحديقة استقبلت حوالي 100,000 زائر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك. وسط أجواء الفرح والبهجة التي يعيشها المصريون في أيام عيد الفطر المبارك، تواصل حديقة الحيوان بالجيزة استقبال زوارها لليوم الثالث على التوالي. احنا عملنا خدمات كثير الفترة اللي فاتت، منها يعني استخدام حيوانات جديدة، ويعني فتحنا مشروعات ترفيهية كثيرة برضو زي البيتنج زو أو حديقة الحيوانات الأليفة، ودي عاملة سعادة للأسر كثير جدا، لأنه يعني بتتيح تفاعل مباشر بين الحيوان وبين الزائر، يقدر يقترب من الحيوان ويأكله ويتصور معاه. برضو عملنا يمكن خدمة التنقل داخل الحديقة، الطفطف والعربيات الجولف كار، وعملنا بدلات نهرية، مدينة ملاهي متكاملة، سينما 7D للأطفال، يعني أنشطة متنوعة داخل الحديقة. في قرية الطفل بحديقة الحيوان تنوعت مظاهر البهجة والاحتفال، حيث يقوم الأطفال فيها بإطعام الحيوانات والسلاحف بأيديهم، ويستمتعون بالتقاط الصور التذكارية معهم دون خوف. حديقة الحيوانات الأليفة هي أحدث المشروعات التطويرية داخل حديقة حيوانات الجيزة. هي حقيقة افتتحها معالي وزير الزراعة سيد القصير قبل جائحة كورونا، لكن كان يعني ما كانش يعني قفلنا فترة، والحمد لله مع الافتتاحات الجديدة اشتغلنا. الفكرة كلها بتتلخص ان كان مطلب من مطالب الاتحاد الأفريقي ان يكون في جزء تفاعلي تعليمي للأطفال، بحيث ان هو يبدأ الطفل في تفاعل مع الحيوانات، حيوان عن قرب، بدل فكرة الحيوانات في أقفاص مغلقة. والله بصراحة هي حاجة جميلة وممتعة، وكل سنة وانتم طيبين، وما فيش أحسن من كده نودي العيال فيها. والله دي حاجة كويسة، وكل سنة الأول وانتم طيبين، وعيد على الأمة الإسلامية كلها بخير. هي حاجة والله أثر حاجة كويسة، الحيوانات وحاجات أسعار رخيصة، وبنعرف أولادنا كلها على الحاجات الحيوانات وجميع الحيوانات، ودي حاجة من زمان ونحن أطفال وإحنا متعودين إن إحنا نجيها، كان أهالينا بتاخدنا وتجيبنا. استعدادات الحديقة شملت فرق من أطباء بيطريين متخصصين، وضعوا برنامجا غذائيا لكل حيوان على حدة لحمايته من الموجة الحارة، إلى جانب انتشار فرق التنظيم والإسعاف لتوجيه ورعاية الأسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. هذا وقد شهدت حديقة الأرمان بالجيزة كذلك إقبالا كثيفا من المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك للاستمتاع بأجواء العيد. واستعدت الحدائق والمتنزهات المختلفة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد في مختلف محافظات الجمهورية. في ثالث أيام عيد الفطر المبارك أقبل الكثير من الأسر والشباب والأطفال على حديقة الأرمان بالجيزة للاستمتاع بالطقس والألعاب الترفيهية، إلى جانب ممارسة بعض الألعاب المختلفة والاستجمام بمناظرها الخلابة وخضرتها الرائعة، حيث تحوي العديد من النباتات والأشجار النادرة. بيجذب الجمهور الحديقة المساحات الواسعة، المسطحات الخضراء، الأشجار النادرة، لأن احنا عندنا أشجار هنا يعني مثلا عمرها 140 سنة من أيام الخديوي إسماعيل. بعض الأسر والمواطنين افترشوا أرض الحديقة، فيما فضل الأطفال اللعب واللهو والاستمتاع بالطقس الجيد، وعبر الكثير من المواطنين عن سعادتهم بالتواجد في حديقة الأرمان. أحب أوجه تهنئة لكل الشعب المصري وأقول لهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد بتاعنا عيد الفطر، وبشكر طبعا السادة القائمين على حديقة الأرمان على مجهوداتهم، لأن احنا شفنا في الحديقة حاجات كتير جدا حلوة. كل سنة طيبين كلكم، وعيد سعيد على الأمة الإسلامية كلها،
واحنا جايين والله عشان خاطر الاولاد وكده، والجنينه جميله وكل حاجه تمام. حديقه الاورمان انشئت في عهد الخديوي اسماعيل عام 1875، وهي من الحدائق النباتيه النادره في مصر، حيث انها تضم اكبر مجموعه نباتيه تضم مئات الانواع المختلفه، واليوم باتت متنفسا ومقصدا ترفيهيا للمواطنين في جميع المناسبات والاحتفالات. احمد الحسيني، التلفزيون المصري. وتتواصل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بالغردقة، وأوضح مدير أحد المنتجعات السياحية أن شواطئ الغردقة كاملة العدد في العيد تزامنا مع توافد نزلاء السياحة الداخلية وارتفاع معدلات السياحة الخارجية. أعلنت الرئاسة الأوكرانية بأن القوات الروسية دخلت مصنع أوزفستال الصناعي في ماريوبول. وعلى الصعيد السياسي، أكد الكرملين استعداد روسيا للرد المناسب على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما نفى وجود اتفاقات بشأن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، موضحا أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تجرى عبر القنوات الدبلوماسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 40 هدفا عسكريا أوكرانيا، بما في ذلك 4 مراكز للذخيرة. وأعلنت الوزارة استهداف 6 محطات للسكك الحديدية تستخدم لتزويد القوات الأوكرانية بأسلحة أجنبية. أضافت الوزارة أن الجيش الروسي يواصل تنفيذ جميع المهام التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أن القوات الروسية تسيطر على ماريوبول بالكامل. هذا وقد حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي أنيتو من الدعم العسكري لأوكرانيا، مشددة على أنها ستعتبر الأسلحة الغربية القادمة إلى أوكرانيا عبر الناتو تعتبره هدفا مشروعا. من جانبها، أعلنت بريطانيا أن روسيا نشرت 22 مجموعة قتال تكتيكية قرب مدينة إزيوم شرق أوكرانيا في محاولة للتوغل على طول المحور الشمالي في منطقة دونباس. وأوضحت المخابرات العسكرية البريطانية أنه من المرجح أن تكون روسيا تعتزم التحرك إلى ما بعد إزيوم، وذلك في خطوة للسيطرة على مدينتي كراماتورسك وسيفرودونتسك. أعلن حاكم منطقة دونيتسك أن قافلة من الحافلة غادرت ماريوبول في مسعى جديد من أوكرانيا والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجلاء المدنيين من المدينة. وأوضح حاكم دونيتسك بأن الحافلة تتوجه إلى مدينة زابورجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا وسط محاولات حثيثة لإجلاء المزيد من المدنيين من مصنع أوزفستال صلب، حيث يتحصن آخر المدافعين عن المدينة. بعد نحو 10 أسابيع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما زال الوضع على ما هو عليه، ما بين مزيد من التوغل الروسي في شرق وغرب أوكرانيا والتصعيد الأوروبي بالعقوبات المتتالية. فبينما يستعد الأوروبيون لحظر نفطي على موسكو، حاصرت القوات الروسية بالدبابة والمشاة مصانع الصلب في أزوفستال آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، والتي يعود تاريخ بناء أنفاقها إلى الحرب العالمية الثانية. كما أعلنت روسيا قصف مطار عسكري قرب ميناء أوديسا على البحر الأسود بصواريخ، مع تدمير طائرات مسيرة وأسلحة وذخيرة قادمة من الغرب. الجانب الأوكراني تحدث أيضاً عن قصف روسي لست محطات للسكك الحديدية في وسط وغرب البلاد. وبالتزامن مع التوقف الإنساني لإجلاء المدنيين من أزوفستال، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى وقف تسليم أسلحة لكييف. وفي خطوة تصعيدية نادرة دبلوماسياً، أفاد دبلوماسيون بمقاطعة روسيا اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي مع اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يدل على تدهور أكبر في العلاقات بين موسكو وشركائها في الأمم المتحدة، والذين يعانون جميعاً من انكماش حاد يهدد اقتصاداتهم ويزحزح مكانتهم على الخريطة الدولية لحين إشعار آخر.
يعكف سفراء الاتحاد الأوروبي على دراسة مشروع لفرض حظر على شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا. وأوضح مسؤولون أوروبيون أن المفوضية وزعت النص على سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للدراسة وإبداء الرأي. كانت المفوضية الأوروبية قد وضعت اللمسات الأخيرة على اقتراحها بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو لتكثيف مصادر تمويل عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا. في الوقت ذاته اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إطلاق حزمة للتعافي لأوكرانيا لمساعدتها على إعادة البناء بعد انتهاء العمليات العسكرية الروسية. حذرت ألمانيا من اضطرابات تطال جميع إمدادات النفط جراء مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي. ومن جانبها اعتبرت الحكومة المجرية أنه لا ضمانات لأمن طاقة المجر في مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي. كما أوضحت الحكومة المجرية أنها لا ترى أي خطة أوروبية واضحة أو ضمانات لكيفية إدارة الانتقال من استخدام النفط الروسي إلى عدمه على أساس الاقتراحات الحالية. يأتي ذلك فيما طلبت سلوفاكيا بفترة انتقالية تمتد لمدة 3 سنوات لتطبيق قرار حظر النفط الروسي. قرر البنك المركزي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، وذلك بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية. وبالنسبة لمعدلات التضخم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي مؤخرا قفزتها إلى أعلى مستوياتها منذ 4 عقود على أساس سنوي خلال مارس الماضي، مقارنة بمستواها في مارس من عام 2021، حيث ارتفع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بنسبة 8.5% خلال 12 شهرا المنتهية في مارس الماضي، وهي أعلى وتيرة منذ عام 1982. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستعمل على تقليص العجز الاقتصادي، وأوضح بايدن أن خطته بشأن الاقتصاد ستتضمن أيضا تخفيض الضرائب على شرائح قليلة الدخل.
كان بايدن قد أعلن في وقت سابق بأن إدارته تعمل بلا كلل لفتح الأبواب أمام رواد الأعمال لتنشيط الاقتصاد، متهما الجمهوريين باتباع نهج مختلف بزيادة الضرائب على أكثر من 6 ملايين من أصحاب الأعمال الصغيرة. في الولايات المتحدة قفز العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في مارس الماضي، وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري تسارع بنسبة 22.3% ليصل إلى 109.8 مليارات دولار في مارس وسط زيادة قياسية في الواردات. وارتفعت واردات السلع والخدمات 10.3% إلى 351.5 مليار دولار، في حين زادت الصادرات بنسبة 5.6% لتصل إلى 241.7 مليار دولار. أزمة جديدة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت الحرب سبباً في أكبر ارتفاع لأسعار المواد الغذائية وسط مخاوف وحالة من عدم اليقين بشأن موعد انتهاء هذه الحرب، حيث يعيش رسم السياسات المالية والنقدية في الولايات المتحدة حالة طوارئ بهدف خفض أسعار المستهلك والتي سجلت ذروة أكثر من 40 عاماً. نسبة التضخم في الولايات المتحدة بلغت 8.5% وسط توقعات بوصولها إلى 9%، وبحسب تقارير دولية هناك توقعات أن تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها غير المسبوق في الولايات المتحدة، محذرة في نفس الوقت من تداعيات مواصلة معدلة التضخم من ارتفاعها بحلول نهاية العام. هذا وتوقع بنك أوف أمريكا أن يصل تضخم الغذاء في الولايات المتحدة إلى 9% بحلول نهاية عام 2022، مشيرين إلى أن معدلات التضخم التي تشهدها البلاد هي الأعلى منذ عام 1981. وتظهر إحصاءات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أن مؤشرات الاستهلاك لم تتراجع حتى عندما وصلت أسعار المستهلك عند ذروة 40 عاماً، إذ ما تزال نسبة من الأموال المحفوظة لديهم لم تصرف بعد. وقد حصل الأمريكيون سواء كانوا أفراد أم شركات على أكثر من 5 تريليونات دولار على شكل حزم لتحفيز الاقتصاد المحلي، وهذه الأموال يجب أن تصرف، ما يعني زيادة في الطلب والاستهلاك وهو طريق لزيادة الأسعار. أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن التضخم في بريطانيا سجل 7% في شهر أبريل الماضي ليبتعد بشكل كبير عن مستهدف بنك إنجلترا بـ 2%. هذا وقد حذر وزير الخزانة البريطانية ريشي سوناك بفرض ضرائب على شركات الطاقة الكبرى في حال ثبوت ضلوعها بارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وذلك بعد أن شهدت المملكة المتحدة العديد من المشاكل التي تواجه البريطانيين منذ عام 1956 بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الوقود والتضخم وانخفاض دخل الأسر. وفي ألمانيا نصحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر المواطنين بتخزين المواد الغذائية والأدوية تحسبا لحالة طوارئ، مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بالوضع الذي تشهده أوكرانيا. وقالت وزيرة الداخلية إنه في حال انقطاع الكهرباء لفترة طويلة أو فرض قيود تغير سير الحياة العادية فسيكون من الحكمة وجود احتياطي من المواد الغذائية في المنازل. ودعت الوزيرة الألمان للاهتمام بمنشورات الوزارة لحماية السكان، مشيرة إلى أن قائمة الاحتياط تشمل مجموعة أغذية للحالة الطارئة معدل استهلاك شخص واحد لمدة 10 أيام.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من فرانكفورت الأستاذ ماجد سعد رئيس المنظمة الألمانية المصرية. تحياتي لك أستاذ ماجد. يعني أزمة تضخم عالمية تلقي بظلالها الآن على العديد من دول العالم، منها بريطانيا حيث سجل التضخم هناك 7% في شهر إبريل الماضي أو في عام 2022 حسب تصريح وزارة الخزانة البريطانية. كيف ترى يعني هذه النسبة؟ هل هي نسبة يعني كبيرة ولها تأثير على الأوضاع في بريطانيا؟ مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضراتكم طيبين بعيد الفطر المبارك على الشعب المصري كله. أنا هتكلم هنا بتكلم هنا من مدينة فرانكفورت الألمانية، فأنا أكيد هتكلم فيما يخص دولة ألمانيا الاتحادية. نعم. أولا المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أعلن إن في تضخم 7.3%، ودي أعلى معدل وصلته ألمانيا منذ 40 عام. الإعلان ده لسه نازل من كام يوم، ونشوف لو بصينا طبعا السبب في ده إنه يوصل ل 7.3% من 40 سنة عمرها ما حصلت. السبب في هذا التضخم هو زيادة ارتفاع الطاقة والوقود، وزادت الطاقة والوقود 2.5% من شهر فبراير لحد شهر أبريل. طبعا دي تداعيات في ألمانيا مخيفة جدا، فهو هيقف عائق أمام النمو الاقتصاد الألماني وأمام الصناعة الألمانية. حضرتك والشعب المصري كله عارف أن ألمانيا دولة صناعية، فلما الطاقة تزداد والوقود الأسعار بتاعته تزداد عالميا، فطبعا الاقتصاد الألماني، نمو الاقتصاد الألماني هيعتبر عائق. ومش كده وبس، لا ده كمان في البطالة، وفي دلوقتي المرتبات، لأن دلوقتي الفلوس اللي بياخدوها الناس ما بتكفيش، لأن معدلات الزيادة للطاقة والوقود أصبحت بكثير جدا. يعني كان من يورو 40 مثلا نوصل دلوقتي ل 2 يورو 10 سنت. ده فعلا هيبقى مخيف جدا، وفي رعب داخل المجتمع الألماني من التضخم. طب أستاذ ماجد، في تصريح كمان لوزيرة الداخلية الألمانية. نعم. اللي نصحت المواطنين بتخزين المواد الغذائية والأدوية تحسبا لحالة الطوارئ. كيف ترى هذا التصريح وتأثيره على المواطن الألماني؟ نعم، اولا هي نصحت كمان وقالت، دي حاجات برضو جديده اول مره نسمعها هنا، انا موجود في المانيا منذ 35 عاما. الجديد طبعا ان التصريحات دي من وزاره الداخليه، دي كمان قالت بطاريات وشموع ومواد اسعاف، وقالت احنا لابد نستعد لهجمات سبرانيه، تقصد بها هجمات فنيه قد يؤدي الى انقطاع الكهرباء مده طويله. لذلك لازم يكون عندنا لمده 10 ايام التموين اللي يكفينا. الجديد ان التصريح ده طالع من وزارة الداخلية، لكن منذ الأزمة ومنذ أزمة كورونا وفي تصريحات بصفة مستمرة من المكتب الفدرالي للحماية المدنية. المكتب ده الغالبية، طبعا غالبية المواطنين الألمان بيتابعوه، وهو منذ الكورونا، منذ أزمة كورونا، وهو بيصدر بيانات كتير. والبيانات اللي قالتها وزارة الداخلية أو وزيرة الداخلية السيدة نانسي فيزر، ده قايلاه برضو المكتب الفدرالي للحماية المدنية، بل وحدد كمان للمواطنين كام كيلو لازم يبقى عندك كل يوم في البيت. يعني اسمحي لي يا فندم على سبيل المثال، حدد لكل أسرة لازم يكون عندهم 20 لتر ماء أو سوائل في البيت. الحبوب والمعجنات 3.5 كيلو، الخضار والبقوليات 4 كيلو، الفواكه والمكسرات 2.5 كيلو. هم نازلين بجدول حاطينه ورافعينه على صفحة المكتب الفدرالي بكل الحاجات اللي لازم تكون موجودة في كل بيت هنا داخل ألمانيا لمدة 10، يعني يكون عند كل واحد التموين. هو السؤال يا أستاذ ماجد، تأثير هذا التصريح على المواطن الألماني؟ خوف طبعا، المواطن الألماني خايف. المواطن الألماني يعني اليومين الثلاثة اللي فاتوا لقيت أصحابي كلهم بيتصلوا بيا، بتعمل شوبينج ولا لا، بتخزن ولا لا. ابتديت في ناس كتير بتقولي ما بنلاقيش حاجات كتير موجودة في السوق، لأن لما بيطلع تصريح زي كده فندم من وزيرة الداخلية، المواطن هنا في ألمانيا، على فكرة احنا بنتكلم كمان على الشعب الألماني أو ألمانيا بالتحديد، هي واخدة على الإنذارات منذ الحرب العالمية الثانية.
فالموضوع ده بالنسبة للألمان مش جديد عليهم، لأن منذ الحرب العالمية الثانية ودائما كان طبعا حدوث كوارث طبعا، يمكن آخر والفيضانات يعني ساعة الفيضانات اللي كانت موجودة في ألمانيا برضو المكتب الفيدرالي للحماية المدنية كان برضو دائما بيصدر الجداول وبيصدر النصائح والتصريحات. المواطن الألماني طبعا عنده مزيد من هل يا أستاذ ماجد هناك خطة معلنة من قبل الحكومة الألمانية لمواجهة يعني هذه التطورات السريعة في الأزمة الأوكرانية الروسية التي تلقي بظلالها على ألمانيا وعلى دول أخرى لمواجهة هذا الوضع يعني غير المسبوق في ألمانيا؟ دائما لو حضرتك أو المشاهدين بيتابعوا الأخبار هنا في ألمانيا تقريبا كل يومين ثلاثة في بيانات بتصدر من الحكومة الألمانية، لكن الموضوع معلش يعني مثلا على سبيل المثال دي حاجات بسيطة، هم بيحاولوا يقللوا من استهلاك الطاقة على قد ما يقدروا. يعني دلوقتي مثلا في حمام السباحة دلوقتي ما بقتش المية دافية زي ما كانت زمان، بيحاولوا يقللوا المية هتبقى ساقعة في حمامات السباحة الفترة الجاية، لكن الموضوع مش سهل وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يقللوا من استهلاك الطاقة. اذا هو ترشيد الاستهلاك بشكل عام هو السمة العامة يعني للمرحلة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ماجد سعد رئيس المنظمة الألمانية المصرية، كنت معنا على الهاتف من فرانكفورت. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة ألمانية بميزانية تبلغ نحو 11 مليار يورو لدعم الشركات التي تضررت من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاستراتيجية الجديدة تولي أهمية كبيرة للمواطنين، مما تجلى في اقتراح تدابير ملموسة لتحسين الظروف المعيشية لسكانهم، كما ستوفر المفوضية دعما لتعزيز الحوار مع المناطق الخارجية. قال صندوق النقد الدولي إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما نجم عنها من تداعيات على أسعار السلع الغذائية في العالم سيكون للبلدان الفقيرة النصيب الأكبر من تحمل أعبائها. وذكر صندوق النقد أن توقف عمليات حصاد المحاصيل الزراعية في الحقول الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على روسيا سيقود إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الغذاء عالميا في الأشهر القادمة. Especially if it widens. نشرتنا متواصلة معكم وفيها مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات بوروندية في الصومال. أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وأعربت الخارجية عن صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية بوروندي الشقيقة ولأسر الضحايا، مؤكدة على تضامنها الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب ومساندتها التامة لجهود البعثة من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال. بحث رئيس تونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودين بقصر قرطاج عددا من القضايا التي تتعلق بالوضع العام في البلاد، كما تم التطرق إلى موضوعات تتصل بالوضع الاقتصادي والمالي بصفة خاصة. وعلى جانب آخر أكد الرئيس التونسي أن المشاركة في اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة مفتوحة لكل من ساند مسار التصحيح. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي مع خبير القانون الدستوري صادق بلعيد لمناقشة مجموعة من الموضوعات القانونية والدستورية، إلى جانب موضوع تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الكتل السياسية العراقية إلى تشكيل حكومة خلال 15 يوما، كما دعا الصدر المستقلين في البرلمان إلى الانضمام للتحالف الأكبر لتشكيل حكومة بالعراق. أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية فرج البحسيني بأن المجلس حريص على الجنوح إلى إحلال السلام وإنهاء الحرب من خلال التزامه بالهدنة الأممية في البلاد. وأوضح كذلك خلال ترأسه لاجتماع في المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت بأن استمرار قوات الحوثية في خرق الهدنة يؤكد مدى تعنتها ورفضها لكافة مبادرات السلام. We'll be right back.
أغلقت سلطات العاصمة الصينية بكين نحو 10% من محطات مترو الأنفاق. يأتي ذلك كإجراء احترازي إضافي لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وذكرت سلطة مترو الأنفاق بأن الإجراء المتعلق بإغلاق 40 محطة معظمها يقع بوسط المدينة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة. واتخذ هذا الإجراء ضمن الإجراءات الهادفة للسيطرة على الفيروس، فيما لم يتحدد بعد موعد لاستئناف العمل بتلك المحطات. سجلت الحكومة المحلية في شنغهاي 16 وفاة جديدة بفيروس كورونا. وفي بيانها اليومي أعلنت شنغهاي تسجيل 4722 حالة إصابة بدون أعراض، مقارنة بنحو 5395 في اليوم السابق. يتوجه البريطانيون غدا الخميس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية. وسجل رئيس الوزراء البريطاني باري جونسون في ديسمبر 2019 انتصارا تاريخيا للحزب المحافظ أثناء الانتخابات العامة، بعدما وعد بإنهاء سنوات من الجمود السياسي وإنجاز بريكزيت، أي إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي. أدان الرئيس الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، مضيفا أن الحكومة المقبلة ستتعامل بصرامة مع أي استفزازات من جانب الشمال. وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت ما وصفته بقذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي، مشيرة إلى أن هذا الإطلاق هو 14 للنظام الكوري الشمالي هذا العام. من جانبه أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأن عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه الشرق لا يمكن التغاضي عنها على الإطلاق لأنها تهدد سلامة وسلامة المجتمع الدولي. من جانبه ذكر نائب وزير الدفاع الياباني في بيان بأن صاروخ أطلق بالقرب من الساحل الغربي لكوريا الشمالية ويعتقد أنه على ارتفاع حوالي 800 كيلومتر وقطع مسافة حوالي 500 كيلومتر قبل أن يسقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. رسالة جديدة توجهها كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية قبل أقل من أسبوع من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول، الذي وعد بتبني سياسة أكثر صرامة مع الجارة الشمالية، حيث أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا تنفيذا لوعد قطعه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتسريع تطوير الترسانة النووية للبلاد في رد على تصريحات لنظيره الجنوبي. وعلى الرغم من خضوعها لعقوبات صارمة، سرعت كوريا الشمالية جهودها في الأشهر الأخيرة لتحديث قدراتها العسكرية، وأجرت أكثر من 10 تجارب على أسلحة محظورة هذا العام، لتظل تلك البقعة الساخنة من العالم على رأس التهديدات الأمنية العالمية. الزعيم الكوري الشمالي أكد أنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت ما أطلق عليه بالمصالح الأساسية لكوريا الشمالية لأي تهديد، وهو ما يعد رفضاً للشرط الأساسي الذي حدده الزعيم الكوري الجنوبي الجديد لاستئناف محادثات السلام، وهو التخلي عن الأسلحة النووية، مؤكداً أن تلك الترسانة طوق نجاة يضمن أمن بلاده، كما هدد باستخدامه كإجراء استباقي. كان النظام الكوري الشمالي قد أوقف في مارس الماضي قراره بتعليق تجاربه الصاروخية الباليستية العابرة للقارات لمدة 5 سنوات عبر إطلاق قاذفة يمكن أن تتخطى حدود شبه الجزيرة الكورية وأن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. عودة إلى أخبارنا المحلية، حيث أعلنت وزارة الصحة إجراء المسح السمعي لمليوني 971,000 طفل ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال لدى حديث الولادة. أكدت الوزارة تحويل 174,485 طفلا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي في نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول، مشيرة إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية.
كما أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لنحو 83 ألف مريض بالمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية خلال الربع الأول من عام 2022. وأكدت وزارة الصحة أنه جاري استكمال تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية ورفع كفاءتها. على صعيد آخر، أعلنت الوزارة تقديم الخدمات الطبية المتخصصة في مجال الصحة النفسية من خلال 19817 زيارة لمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال 3 أشهر. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية. يأتي ذلك لرفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان في المحليات. وكشف شعراوي أن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي تتضمن 126 دورة تدريبية يستفيد منها 5500 متدرب على مدار 159 أسبوع تدريب. والآن متابعة لأخبار الاقتصاد في نشرة التاسعة. دينا فكري معها أخبار المال والأعمال، إليك دينا. شكرا إلهام وهبة، وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي أدى لزيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمة بوتيرة سريعة. وأوضح وزير البترول أن هناك نحو 60 مليون مواطن يستخدمون الغاز الطبيعي في منازلهم بجميع المحافظات، مشيرا إلى توصيل أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة، انعكاسا لتوجيهات الرئيس السيسي بمضاعفة الجهود للتوسع في الخدمة. ويتم حاليا توصيل 1,200,000 وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعي، ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 13.3 مليون وحدة سكنية. أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً يتضمن إنجازات لتطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية المحققة حتى شهر مارس الماضي. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يعتبر أداة مهمة لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المطورة بالأحياء والمدن بلغ 376 مركزا حتى مارس الماضي، تقدم 289 خدمة على مستوى محافظات الجمهورية. كما بلغ إجمالي المراكز التكنولوجية المطورة بالمدن العمرانية الجديدة 22 مركزا حتى مارس الماضي، تقدم 144 خدمة. أعلنت وزارة التموين فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم خلال عيد الفطر المبارك. هذا ويتم تقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم، مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقا للضوابط الموضوعة، وكذلك التأكيد على كافة الجهات المسوقة بسرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. استأنفت وزارة التموين استقبال القمح المحلي في عدد 400 نقطة في أنحاء الجمهورية تشمل الصوامع والهناجر والشوان المطورة والتي قد جهزت مسبقا لهذا الموسم. واستقبلت الصومعة بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية عددا كبيرا من المزارعين والموردين للقمح.
النهاردة في صومعة الصان زي ما حضراتكم شايفين، الإقبال جميل قوي بالتوريد. هنا استعدادات كاملة لاستقبال الأقماح، تيسير عملية التوريد لكل الموردين سواء فلاح صغير أو تاجر كبير، كله بيجي هنا. الحمد لله في تيسير في الدخول، في تيسير في تفريغ العربيات وتيسير ليها. الناس هنا ملتزمة الحمد لله. الحمد لله كله مستعد لموسم توريد القمح السنة دي إن شاء الله. صومعة سن الحجر صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصومعة والتخزين. صومعة بتتميز بأن هي بتخدم ثلاث محافظات رئيسية: محافظة الشرقية ومن أكبر المحافظات المنتجة للقمح، محافظة الدهلية تليها مباشرة، محافظة بورسعيد. صومعة سن الحجر عبارة عن 12 خلية، ساعة كل خلية 5000 طن بقدرة استيعابية 60000 طن. إن شاء الله السنة دي زي ما حضرتك شايف إن الكثافة التوريدية عالية، إنتاجية الفدان إن شاء الله بإذن الله يعني متوقع إن هي توصل ل 25 أرداب للفدان. إحنا بنحاول على قد ما نقدر نذلل جميع العقبات أمام الفلاح والمورد لتسهيل عملية التوريد. وفي أسواق النفط العالمية ارتفعت الأسعار مع مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على واردات الطاقة الروسية. هذا وارتفعت العقود الأجلة لأسعار خام مزيج برنت تسليم يونيو 1% يصل إلى 106 دولارات و11 سنتا للبرميل. كما صعدت العقود الأجلة للخام الأمريكي بنسبة 3% لتغلق عند 105 دولارات و43 سنتا للبرميل. انتهى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلس دون أي تعديلات على توقعات نمو الطلب على النفط، بينما هبط مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2001. قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2001. وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية تهبط 2.2 مليون برميل، موضحة أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي يهبط 3.1 مليون برميل. ختم أخبار المال والأعمال وعودة إلى هبة وإلهام، إليكما. شكرا لك دينا على هذا العرض. أعلن معهد أبحاث هضبة تبت التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن إنشاء محطة أوتوماتيكية لمراقبة الأرصاد الجوية على ارتفاع يزيد عن 8800 متر. يعتبر هذا هو الارتفاع الأعلى من نوعه في العالم، وذلك على جبال تشومولانغما على الحدود بين الصين ونيبال. وأشار المعهد إلى أن المحطة الجديدة حلت محل المحطة الموجودة على الجانب الجنوبي من الجبل، والتي أنشأها علماء بريطانيون وأمريكيون في عام 2019 لتصبح الأعلى في العالم. والآن متابعة أهم الأخبار الرياضية. دينا فكري معها أخبار المنافسات المختلفة. لك دينا. شكرا لكم مجددا. وأخبار الرياضة محليا وعالميا. استقبل مطار القاهرة الدولي بعثة وفاق الصيف الجزائري لمواجهة المارد الأحمر في ذهاب نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل بحضور 20000 مشجع. ويواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية بالمعسكر المغلق الذي بدأ أمس الثلاثاء لحين الانتهاء من مباراتي وفاق الصيف الجزائري، حيث تقام مباراة العودة يوم 14 من الشهر الجاري في الجزائر وتحديدا بملعب 8 مايو. أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين أحمد سامي مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لهيثم شعبان. وكانت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا قررت إنهاء عقد هيثم شعبان المدير الفني للفريق بالتراضي وفقا للاتفاق المسبق بين الطرفين. كان أحمد سامي رحل عن فريق سموحة بعد أن خاض معهم 62 مباراة، حقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 28 وخسر في 9 مباريات فقط.
وضمن منافسات ذهاب نصف النهائي دوري أبطال أوروبا تقام الآن مواجهة نارية بين فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب سانتياغو برنابيو، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى التعادل بدون أهداف. أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تلقيه طلبا من ناديي الاتحاد السكندري والأهلي طرفي نهائي دوري السوبر لموسم 2021-2022 لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات سلسلة نهائي المسابقة. وبدأ الاتحاد المصري إجراء اتصالاته مع لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة السلة فيبا للاستعانة بأطقم تحكيم أجنبية لإدارة نهائي دوري السوبر، والذي ينطلق يوم الأحد القادم على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. وأشار الاتحاد السكندري في بيانه عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن قيام النادي السكندري والأهلي بتحمل تكاليف طاقم التحكيم مناصفة بين الناديين. بيع القميص الشهير الذي ارتداه أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا عندما سجل هدفا بيده أمام إنجلترا في نهائي كأس العالم 1986. وتم بيع قميص أسطورة الأرجنتين في مزاد علني مقابل 7.1 ملايين جنيه استرليني، وقالت إن هذا السعر يعد الأعلى الذي يتم دفعه مقابل قطعة من التذكارات الرياضية. ختام أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى إلى هبة وإلهام، إليكما. أشكرك جدا. موسيقي موهوب ولدت على يديه مدارس موسيقية عدة أثرت الحياة الفنية في مصر والعالم العربي لعقود طويلة. إنه موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته. والآن نتحول لمتابعة حالة الطقس مرة ثالثة وأخيرة إلى الديرة الفكري. شكرا لكم. وأخبار الطقس محليا وعالميا، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 28-17، الإسكندرية 22-17، مطروح 22-16، بورسعيد 23-18، الإسماعيلية 19-17. ونتحول إلى السويس 29-17، العريش 29-17، طابا 25-16، شرم الشيخ 32-24، الغردقة 32-25. وإلى الأقصر 36-24، أسوان 36-24، الوادي الجديد 36-21، شلاتين 34-24، وحلايب 30-25. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية. Thank you.
وهذه لقطة هذا اليوم. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. وزارة الداخلية توزع هدايا وملابس العيد على الأطفال بدور رعاية الأيتام وذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية. الرئاسة الأوكرانية تعلن دخول القوات الروسية مصنع أزوفستال، وموسكو تستعد لحزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي. البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة في أكبر زيادة منذ 22 عاماً، والعجز التجاري الأمريكي يقفز إلى مستويات قياسية. انتهت نشرة التاسعة، شكراً للمتابعة. أتتكم النشرة من على شاشة التلفزيون المصري، إلى اللقاء.